طيب لو جينا عملنا هنا سويب الشباب وجينا بصينا الادرس اكس والادرس واي، ولا في ايه؟ مين اللي مين اللي مشغل مايك كده؟ هذا عمال يخبط، ولا في ايه؟ ولا مين يا جماعة مشغل المايك؟ قول له ميوت. انت استرك بي وانت استرك ايه بي، وهنعمل فاريبل اسمه تيم ايكوال زيرو، ونحط جوه التيم باسترك ايه، ونيجي نقول ان استرك ايه بتيكوال استرك ايه بي. ما تقول معايا يا نبي يا بي. بعد كده نقول استرك بي بتيكوال التيم. ايكوال تيم. هل طبعا ده بقى لو انا عايز احط كوبايه الشاي في كوبايه النسكافيه وانا معايا كوبايه ثالثه، ممكن اقول لك انا عايز احط كوبايه الشاي في كوبايه النسكافيه من غير ما يكون معايا كوبايه ثالثه اللي انتوا اخدتوا فيها 25 جنيه، فاكرينهم؟ فين المهندس؟ حار ونار. هتطلع علينا ولا ايه؟ حار ونار. فاكرين؟ فاكرين 30 جنيه اللي اخدتها في اليوم وضاعوا مني، بعد كده رحت انا دفعت 25 جنيه من جيبي. الله، قال لك ما تجيش على غلبان ابدا. طيب ده كان ان احنا عايزين نعرفه جوه. لو احنا يا شباب، انا بس عايز اسال سؤال، هو انا لو انا عايز ابعت فانكشن يا شباب، يعني عملت فويد مين كده وعملت انت اور، وهنا عملت هنا ايه فانكشن كده واديتها الاي ار يا شباب، وانا رحت عملت كده الفانكشن دي انا عايز اعرف كده يا شباب هي الاي ار دي ايه؟ الاي ار دي بقى اري، او خليها هنا يا عم اري كده. اري دي ايه يا شباب؟ دي اري؟ ها؟ هرجلتنا اري دي السايز بقى معاها بوينتر تو اري. تبعتها هي بس اقسم بالله هي بوينتر، بوينتر اقسم بالله هي بوينت، ولازم نبعت معاها هنا السايز. حلو. لو انا بقى مش عايز ابعت معاها السايز هعمل ايه؟ هقول ان الاري دي بتاعت مثلا بتتكون من 0 1 و5 و10 وسالب 1. ولو انا هعمل فانكشن 2 ومش عايز اديها السايز، يبقى هلوب ليه يا شباب؟ هلوب لغاية ما الاقي ايه؟ ترمينيتور ولا ايه؟ ولا برضه الترمينيتور بقى، اجيب ما انا هألف ترمينيتور من دماغي، فسالب واحد دي هي الترمينيتور بتاع اللي على مزاجي، فاهم قصدي؟ واحد؟ تمام. حلو. وطبعا مش هوصيكوا يا شباب، مش هوصيكوا نذاكر كل حاجه في الفانكشن بتاعت السترينج، اللينس والريفيرس والكوبي والكونكات والكومبير، مش كفانكشن جاهزه، بس كفانكشن جاهزه، ولو اتقال لك انت اعمل لي كود يعمل الفانكشن دي. هي المفروض فانكشن كومبير دي بتكمبير ايه بالظبط؟ يعني كومبير تو سايز سترينج بعض، لا بتكمبير تكست. خلاص كده تمام كده يا شباب. مش مهندس، مش فان واحد وفان فانك اثنين دي المفروض تطلع فويد ريتيرن فويد ولا ايه؟ يس، تبقى بلاك اند فويد.
هل تمام ماشي. زي الفل؟ طيب قولي يا هندسة. حد سمع روان يا جماعة؟ مش سامعين روان؟ النت عندك بيقطع، صلحوا النت بقى وتعالوا. الفانكشن بتاعتكم كونكات اتنين اتنين اريز صح؟ اه حضرتك سامعني اه كده سامعك، اه كده سامعك، سامعك بس بيقطع سن. احسن. تمام، هي المفروض الفانكشن بتاخد اتنين اري فاكتور صح؟ يس. دلوقتي لما انا جيت اجربها وحطيت الديستني، كنت عايزه اجرب لو انا حطيت الديستنيشن اصغر من السورس لا ما كان ينفعش. بيعمل كوبي عادي بس كان بيغير في السورس، يعني لما كنت باجي ايوه هو لوجيكلي ما ينفعش، بس هو ده كان البيهيفير اللي بيحصل. ايوه بس بقى احنا اتفقنا، انت كده بتحاولي تروحي تاكسسي مكان ازيد من الاندكس بتاع الاري، يبقى النتيجه تبقى ان اكسبكتد بيهيفير. لو راح نجح ياكسس المكان ده عشان انت ينفع تاكسسيه، هيحطه ويعمل اوفر رايت للديتا. لو ما عرفش هيضرب كراشنج في وشك، لو عرف ممكن تكون انت اصلا بتاوفر رايت داتا مهمه بالنسبه لك، فوسط برضك البروجرام بس لوجيكال ايرورز. فاهماني؟ انا اول ما يا شباب احاول ايوه بس اروح المشكلة اكسس كلها ان هو قول هو عدل في السورس، يعني هو السورس اللي غيرت وايل ان الديستنيشن اتعمل لها كوبي عادي، فالديستنيشن اتعمل لها كوبي اوكي ماشي هيحط في المكان اللي بعديها بس السورس يتغير. لا السورس المفروض ما يتغيرش. مش انت بتاخد السورس جوه الديستنيشن؟ اللي كان بيحصل كنت عملت ماشي. كنت عملت print للسورس قبل الكونكات وبعد الكونكات وده اللي حصل، يبقى ان السورس ابعتهولي، اتغير. ابعتلي الكود ده وانا ابص لك عليه. حاضر، يبقى ابعتهولي ابص لك عليه. قشطه. مش مهندس، عندي سؤال هنا في قول يا حبيبي. الفانكشن 2. هو انا لو هبعت اري مش ممكن ابعت استقبله كبوينتر على طول؟ يس ما هو ده بوينتر، والله ده بوينتر برضه، ده مش اري والله. هي تمام. اه ده اقسم بالله يا جماعه القوسين دول ما اري، اقسم بالله القوسين دول ما اري. اجيب ايمانات مصدقني الناس كلها، ايمانات الناس كلها، لان الناس مش عارف ليه مصممه ان دي اري. مصدقك اقسم والله، بالله، والله اقسم مصدقك. بالله. معلش معلش، عشان خاطر احنا مصدق. بنتهان، احنا بنتهان. اجيب انت احلف عليك. قشطة. مش ده اري في المايند سايز؟ ايه؟ انا استنى ايه عشان وانا مش عارف السايز بتاعه، الاري هو بوينتر يعني. يا بيه، اقسم بالله ما في حاجه في الارجمنت بتاعت الفانكشن اسمها اري، اقسم بالله. ايوه ده بوينتر. ايوه بوينتر. اري دي مش، بيشاور على اول مكان في الاري. ايوه اري دي اقسم بالله ما اري، اقسم بالله ما اري دي بوينت. ما ينفعش ابص اري يا جماعه غير باي ريفرنس باي ادرس. بس لو عايز ابصيها باي فاليو لازم احطها جوه ستراكت وابص الاستراكت باي فاليو. هتقولي انجيل وقران بحرف عليهم هما الاثنين. صدقني يا باشمهندس خلاص. طيب الدايف ده، طيب الدايف ده يا شباب يهمني بس فيها ايه. لو عملت كده شوية عملت انت استريك بي تي ار يا شباب، وجيت هنا عملت انت تايب ديف بي تي ار مثلا بي وبي 1 كده يا شباب، البي والبي 1 الاثنين بوينتر. حلو كده يا شباب. في حين
انه الهاش ديفاين دي يا شباب كده اللي هتبقى بوينتر بي 2، انما بي 3 دي انتجر عادي. تعال نكتبها في النوتس. دي كده يا شباب اللي متعرفه بالتايب ديف كده بي 1 وبي الاثنين ايه يا شباب؟ بوينتر تو انتجر، صح كده يا شباب؟ انما بي 2 وبي 3 يا شباب، هو انا ليه مش عارف، انا السنتكس دخل في بعضه ليه؟ قاعد بكتب بايثون على سي، مني بكتب باش اليومين دول، فالدنيا مصدعه قوي. فهنا بي 2 بس هو اللي بوينتر في بي تي ار 2 ده، صح؟ بي تي يس ده بوينتر وده ايه؟ انتجر عادي. كلامنا جميل؟ اوكي. ليه بي 3 انتجر بقى؟ يعني ده عشان هاش ديفايند بتاعه كده ولا ايه؟ لان لو عملت كده هيبقى بي 4 بوينتر وبي 5 بوينتر انتجر. قشطه. فالهاش ديفاين هي زي دي بالظبط، انما التايب ديف مش زي دي بالظبط. قشطه يا شباب. تمام طيب تمام نخش على الاستراكت. طيب قلنا الاستراكت يا شباب هو ايه؟ يوزر ديفاين داتا تايب صح كده يا شباب؟ يوزر ديفاين داتا تايب في سيت اوف داتا ديفرنت ايه؟ different type صح كده يا شباب؟ كلام جميل ولا مش كلام جميل؟ كلام جميل. ماشي. دلوقتي بقى يا شباب انا ما ينفعش اجي اعمل struct واسميه مثلا date واجي اقول هنا int months وهنا انت مثلا ايه انت دي ديت او اير وهنا انت دي ويجي اعمل هنا يا شباب كده struct ديت مثلا دي دي يا شباب ما ينفعش دي invalid. انت بالذات يا سرور لو كنت قلت ينفع تزعلك. لا البوينتر ينفع، البوينتر ينفع دي والله والله ده انا في المحاضره قلتها عشان هيجي لك في الداتا ستراكشر انت تتلخبطش في الداتا ستراكشر، اقسم بالله قايلها كده بنفس اللفظ، ده انا عايز اجيبها من الريكو. ده ما ينفع نعمل كده يا شباب، صح يا شباب؟ ينفع نعمل بوينتر صح؟ دي ايه؟ valid. حلو كده يا شباب؟ هاي رجالتي بس هو كده باشمهندس الديت مش المفروض اعمل تايب ديف الاول فوق ولا؟ يس عادي ما فيش مشكله، لو انت ما انت لو عملت بقى تايب ديف عايز تعمل تايب ديف كده، لو انت عملت كده تايب ديف المفروض الاسترك بعد الداتا باشمهندس.
اه يا حبيبي معلش انا اسف. محمود ايوه يا باشمهندس، معاك عامل ايه يا حبيبي؟ وحشتني الف ولا مسا الفل يا باشمهندس. حبيبي يا باشمهندس، حبيب قلبي ده بتاع الاي تي ده يا جماعه، ده واخد حته شمال عندي في اي تي. طيب طب ما لو انا انت لسه عايز قايل معلومة، ما انا لسه قايل معلومة يا باشمهندس، ولا لا اس وحشيني. لا يا هندسه من امتى؟ هندسه من امتى؟ لا والله لا، ماشي. بس انا مش عايز اتكلم ان مصطفى ومحمود هم اللي كسبانين في الـ في الـ ايه؟ فاكر ساعة الكونكت دي ولا انت كنت كسبان معاهم؟ شكلك كنت كسبان لا معاهم اصلا. مصطفى ما مصطفى كسبش يا عندنا، باشمهندس، مصطفى او اس كان كسبان معانا يا باشمهندس. مصطفى اويس كام واحد من اويس؟ لا احنا كتير يا باشمهندس، كنا كتير كسبانين. اوكي ماشي يا عم، بس احنا الحمد لله يعني، الحمد لله ربنا انت وفقنا في سامع؟ حاجه. ربنا نصر، ده ربنا نقصهم، اقسم بالله ربنا نقصهم، اقسم بالله، لان لو ما كناش كده ولا دراسه نافعين ولا مذاكره نافعين ولا ولا كمان كنت لعب ولا كمان لعب. ايه مش هنحل في حاجه؟ طيب يا شباب لو انت بس عايز مهندس، تعملها معلش عندي سؤال بقى. قول. هو حضرتك لما قلت طيب ديف ستراكت ديتا، ليه ما فتحتش كيرلي بريسز وكتبت بقى انت مانس وانت يير وكده، وبعد كده في اخر لا كيرلي بريسز ماشي، كتبت ديت؟ ليه ما دي استبدلتها بتبقى كده؟ قول. عشان تستخدمه جوه الكلام. هو يعني حضرتك ممكن، كاتب طيب ديف ستراكت، ما هو بقى لو هو كان في حد بيقول لي مش كنت المفروض اعمل تايب ديف عادي؟ ما انا ينفع اعمل كده يا شباب تايب ديف كده، وينفع اعمل تايب ديف هنا عادي كده يا شباب، واستخدم هنا بقى بدل استراكت دي اديت على طول، فاهمين قصدي؟ بس انا عملت كده اداني ايرور لما انا جربته تاني واحده دي بس ديت. لو لا تايب هي ديف كده مع بتدي ايرور الاستراكت يا مش باشمهندس، هينفع. اي لا لازم يعني انا نلعب بيها. ما انا جاي لك في الكلام، انا اهو لسه كنت هقول والله يا جماعه اديني فرصه. وانت لو انت معرفها قبليها، لو انت معرفها قبليها انه تايب ديف استراكت دي ده هيبقى ابديت عادي، ينفع تعملها كده يعني تشيل دي وتحط ديت، تمام فاهمين قصدي؟ انما لو انت تمام عاملها في بتاعتها مش هينفع، فاهم قصدي؟ لازم اقول له استراكت ديت بقى وانا يس بعمل بوينت. يس عشان كده كده اداني ايرور. تمام وصلت. حلو كلام جميل. لو انا بقى جيت عملت استراكت ديت استريك بي تي ار، وعايز يا شباب من بي تي ار استخدم المانس، اعمل ايه؟ هتقول لي يا باشمهندس مين؟ اعمل استريك بي تي ار دوت المانس، صح كده يا شباب؟ او تمام. بي تي بي ار تي ار ارو ار المنصر ارو مانس، اقسم بالله ب 3 جنيه، ب 3 جنيه ما انا مش عارف انا بعبع ايه، بس ده بيس اوف كيك يا جماعه، بيس اوف كيك بس بالرسم، هو بيس اوف كيك بالرسم بصراحه، عشان بس ما بقاش كداب. قشطه طب ولو احنا عملنا كده استراكت ديت مثلا هنا 5 مثلا اي ار، هتقول لي اي ار اوف 0 دوت يا معلم مانس، صح كده يا شباب؟ او تقول لي الاي ار زائد الزيرو ده لو عملت له استريك، وبعد كده عملت له دوت هوصل للمانس، صح كده؟ طب واحنا قلنا ان الاستريك دوت دي يا شباب ممكن اعملها ايه؟ ارو مانس، صح كده يا شباب؟ ها
في حد فتح المايك يا جماعة معلش يقفلوا. قشطة. كلام جميل ولا ايه يا شباب؟ تمام، مش مهم. على الهادي على هذه الزبادي. كلام جميل. زي الفل. طيب اليونيون هنا هو برضك يوزر ديفاين داتا تايب. طبعا في كان نقطه في الاستراكشر يا شباب انا ما اتكلمتش عليها دلوقتي، اللي هو البادنج. لو فاكرين لازم بتوع الاي تي يبقى عارفين البادنج كويس. احنا اتفقنا يا شباب لو احنا بنعرف استراكت، الاستراكت ده هيكون فيه داتا تايب مختلفه لازم نرتبها من الصغير للكبير، صح ولا لا؟ عشان الميموري، عشان الميموري. يس، عشان الميموري حمد، صح كده يا شباب؟ طيب اليونيون بقى راح قال لك ايه؟ مثلا لو عملنا اليونيون مثلا ديت مثلا كده، قال لك انت لو عملت هنا انت اكس وتشار هنا مثلا اليونيون ده يا شباب هيشوف ايه اكبر مساحه جوه اليونيون ده وياخد حجمها، صح؟ عكس يعني الاستراكت كان هياخد هنا واحد بايت للتشار، بعد كده ثلاثه بادنج، وبعد كده واحد انتجر، صح؟ اربعه للانتجر، فكده كان هياخد ثمانيه. انما اليونيون يا شباب هياخد اربعه. هاي رجالتي، حد عنده اي مشاكل كده يا شباب؟ هياخد اليونيون هياخد اربعه. ليه؟ لان اكبر حاجه عنده اللي هي الانت. طب والتشار اللي هي واي وزد وبي وتي هيبقوا في نفس في نفس الحته بيأكسسوا نفس الميموري بس على اربعه بايت بقى. وصلت يا شباب؟ يعني اليونيون يا شباب لو جواه اكتر من داتا تايب مختلفه فهو بياخد مساحه اكبر، اكبر داتا تايب موجوده جواه بس. انما الاستراكت هياخد مساحه كل الداتا تايبس اللي جواها. لو جواها اثنين تشار هياخد واحد وواحد واثنين بادنج وواحد انت واربعه بايت للانت. وصلت كده يا شباب؟ يعني كده لو جيت عملت مثلا كده وزعلان ليه شوية؟ طيب ديف يا باشمهندس. لا لا يا حبيبي عشان عملت ايكوال. ما ينفعش اعمل انيشاليزيشن. كويس ان هو ضرب. ما ينفعش اعمل انيشاليزيشن يا شباب جوه الاستراكت وجوه اليونيون. انا اسف، دي على طول هنا. انا كده يا شباب لو ما عملتش تايب ديف فكده انا بكرييت من اليونيون اوبجكت. لو عملت تايب ديف، لو عملت كده تايب ديف يا شباب يبقى انا بدي اليونيون اسمه دي. فقال لي 4 بايت اهو يا شباب، صح؟ ده اكبر مساحه، صح موجوده ولا لا؟
طب لو شلت الانت يا شباب اهو بقى عندي 4 تشار، ايه اكبر مساحه فيهم؟ ها يا رجالتي، واضح طيب كده؟ باشمهندس، اوه بس هو دلوقتي لو هو هياخد مساحة الأكبر بس اللي هو الانت، بس ما هو في احتمال إن هو حتى مساحة التشار كمان تتاخد، يعني يبقى عندي واحد انت وأربعة تشار، يبقى هو محتاج 8 بايت. لا، ما هو هو ده هدف اليونيون اصلا، ان انت تبتدي تاخد مساحه اكبر مكان، وشويه تستخدمه للتشار، وشويه ممكن تستخدمه للاكس. ده هدف الانت، عارف؟ ده بقى يديك نفس فكره البوينتر، عشان انا كنت في البوينتر بخلي بوينتر تو تشار بيشاور على انتجر عشان اعرف اكسسه بايت باي بايت. بنفس الفكره بتاعت اليونيون دي، انا ممكن اخلي الواي والزد والفي والتي ياكسسوا بايت باي بايت للاكس. وصلت؟ تمام، يعني الهدف منه مش ان انا كل الـ variables دي تتملي او يبقى فيها داتا، الهدف منه حاجة تانية. اه، تمام. الهدف منه ان يبقى عندي مكان في الميموري، نفس المكان ممكن يبقى فيه داتا تايب مختلفة، وانا اكسسه باي كان بقى الطريقة اللي انا عايز اكسسه بيها، وهو هو تمام نفس المكان. تمام بس ما ينفعش ان انا كل الـ variables دي احط فيها داتا فيبقى 8 بايت، مش لا هيقبل. لا 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 لا، ما ينفعش. تمام وهيكتب، هي اوفر رايت على نفس المكان، فاهم؟ يعني انت لو آه. عملت له يونيون انت اكس، لو عملت له مثلا دي دوت اكس بيكوال 5 او بيكوال 1000 مثلا، ورحت بعد كده قلت له الواي دوت الدي دوت واي بتيكوال 10، كده بيت اوفر رايت على اكس اصلا. يعني هما كلهم بيكتبوا في نفس المكان. تمام حلو كده يا شباب؟ زي الفل. طيب، ده كده اتكلمنا عن اليونيون. طبعا الملوك يا شباب بتاخد هنا سايز اوف الطيب في عدد الايمنت اللي انت عايز تعملها، وطبعا هي بترجع ايه؟ فويد بوينتر. انا يعني كان حد كلمني وقال لي انه باشمهندس احمد ممدوح قال انه الكود بلوكس كده كده باي ديفولت ايه؟ بيهندل الحته دي، صح كده يا شباب؟ بتاعت الكاستنج. مظبوط. بس هي كده كده في الاول وفي الاخر يا شباب هي بترجع ايه؟ فويد بوينتر. قشطه. تمام. وايه هو الفويد بوينتر؟ عشان بالمره بقى نبقى قفلنا كده طبق الفويد بوينتر. هو جينيريك ايه يا شباب؟ زي باشمهندس مين؟ يا سلام عليك يا سرور، لسه فاكر؟ جينيريك بوينتر يا شباب. جينيريك بوينتر ده هو بوينتر ينفع يشاور على اي داتا تايب من البوينترز، او ينفع يشاور على اي داتا تايب، بس بشرط ان انت لما تيجي تعمل له اكسس تعمل له ايه؟ كاستنج. حلو كده يا شباب؟ لما تيجي تعمل له اكسس لازم تعمل له ايه؟ كاستنج. حلو كده يا شباب؟ طيب، ممكن اقفل بقى الشير دقيقه واشوف انا ناسي حاجه ولا لا. اوكي، تفضل يا باشمهندس. طيب خلينا، يبقى احنا كده بنرجع. طيب، احنا قلنا يا شباب ان السويتش ما بتشتغلش غير على انتجر وتشار، ما بتشتغلش على فلوت، وما بتشتغلش على ايه؟ ما بتشتغلش على سترينج، صح كده؟ وقلنا محتاجين تراجعوا الداتا تايب، الفانكشنز بتاعت السترينج اللي هي الاست ار كوبي والاست ار لينس، الحاجات بتاعت السترينج اللي هي جاهزه في اللايبراري، وازاي تعملوا لها امبلمنتيشن. وقلنا ان انا ما ينفعش جوه استراكت يا شباب اعمل استراكت لنفس الداتا تايب زي ما احنا شفناها. وقلنا انه لا، احنا محتاجين انت استريك كونستانت. مش طيب، فاضل لنا حته كده بسيطه خالص يا شباب. خلينا شير نجيبها حتى من على النت على طول. الله 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 الله،
الله 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 الله، ايه اللي حصل ده؟ الله 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 الحمد لله مفيش حاجة حصل ولا أي حاجة حصل، صح؟ الحمد لله. أول صفحة، أول صفحة دي على الله يعني. طيب احنا محتاجين ايه؟ النسخة الثانية، النسخة الثانية على طول. انت كونستانت، كونستانتين، انت اسر كونستانت وكونستانتين. الراجل محترم يعني، حتى اللي هو ايه، ما تراجعش وراه، مدالك جاهزه. لو احنا عملنا كونستانت انت استك يا شباب، وعملنا انت كونستانت استريك، يعني دي هي هي دي يا شباب ار سي. طيب الكونستانت انت استريك يا ابني، ماشي انت عبيط ولا ايه؟ هو كتبها مرتين ماشي. ناخد كده كوبي. طيب انت استريك يا شباب، يبقى دي بوينتر تو انتجر. حلو. انت كونستانت استريك، دي بوينتر تو كونستانت يا شباب، تو كونستانت انتجر دي يا شباب. لو عملنا كده بي تي ار بي ايكوال ادرس اكس، كده ما ينفعش نعمل استريك بي تي ار بلس بلس، صح كده يا شباب؟ او نعمل استريك بي تي ار بت ايكوال 5 مثلا، دي كانت تشينج الداتا، صح كده يا شباب؟ لان هي بتشاور على كونستانت، صح؟ تمام. طيب دي بقى اللي هي كان هي تبقى انت استريك بي تي ار، ممكن نعمل كده يا شباب. طيب كده يا شباب، ده كده كونستانت بوينتر، يعني بوينتر ما ينفعش اخليه شاور على مثلا فاريبل تاني، صح؟ دي انفاليد، صح ولا لا يا شباب؟ هاي رجالتني، تمام. انما البي تي ار ده ينفع اخليه يشاور على ادريس تاني، دي فاليد عادي، ودي هنا تكون دي فاليد. اما بقى الباشا ده اللي هو يبقى انت كونستانت استريك كونستانت، دي هنا مثلا بي تي ار ايكوال ادريس اكس، وحياتك ده انفاليد وده انفاليد بس دي فاليد. قشطة كده يا شباب. أي أسئلة تاني حضرتك وعايزينها؟ ولو في حاجة أنا افتكرتها يا شباب هبعتها لكم في النوتس. هو معلش كده النوتس. خلصنا؟ يا بيه، هو طب أنت معلش مش فاهم؟ عندي كام سؤال بس، بعد ما حضرتك تفنش بس. ماشي، لما نقفل بس الريكورد. حد كده يا شباب محتاج اي حاجة تاني؟ حاجة في التوبكس يعني، مش أسئلة، حاجة نسيناها؟ طيب حد فاكر اي حاجة احنا ما قلناش؟ البيت فيلد طبعا يا شباب، يعني فور يور نوليدج، لان هي اكتر استخدامها في الامبيدد. بس اتكلمنا في حاجة تانية يا شباب؟ طبعا الملوك بقى والتو دايمنشن اريز والحاجات دي، يعني يعني ممكن، تعال نبص بسرعة كده، نكتب شوية نوتس فيها.
طيب انا شايف انه الريفرنس ده كويس حلو قوي يا شباب. يعني بيقول لك ازاي تعمل امبلمنتيشن